أعزائي مشاهدي ومتابعي موقع مصراوي في كل مكان، معاكم رمضان يونس الصحفي موقع مصراوي. يمكن احنا دلوقتي بنعرض لحضراتكم واقعة مأساوية حصلت في منطقة دار السلام، ولكن أحداثها دارت في منطقة التجمع الخامس داخل كافيه بإحدى المستشفيات الشهيرة. طبعا يعني احنا دلوقتي معانا أسرة المجني عليها اللي هتحكي لنا تفاصيل الواقعة واللي دارت بين الحادثة. تطلعي ولا تتكلم معاه؟ احنا دلوقتي معانا كان من يومين بالظبط، راح جالي تليفون من اخته، تمام، الحقني كده في المستشفى، فجريت على المستشفى كان لسه هو في الطوارئ. دخلت الدكتور عرفني بحالته، اللي هو واخد طعنتين في القلب، تمام، واخد ضرب كتير هو في جسمه، تمام، كان مفيش جيوتين طلعنا بيه العمليات. عقبال ما دخل العمليات كان توفى. عقبال بقى ما جت النيابة وجم صحابه ورجعنا الكاميرات وكده، فعرفنا إن محمد حسين ده هو اللي. طب احنا معانا دلوقتي شقيقة المجني عليه اللي هتحكي لنا يعني تفاصيل في البداية، يعني البقاء لله. كنا يعني بنعزيك يعني على وفاة شقيقك، يعني ربنا يصبركم يا رب. كنا عايزين نعرف تفاصيل يعني الحادثة اللي حصلت ازاي. هو كلمني في يوم، قال لي تاني يوم رمضان على طول كان هيفطر في الشغل. قلت له فطرت ولا لسه؟ كلمته على اساس المغرب بالظبط، قال لي لا لسه، هنزل افطر الناس الاول وبعدين اهو. قلت له ماشي. كلمته بعدها الساعة 7:46 دقيقة بالظبط، قلت له انت فين؟ قال لي انا قدام الشغل، قدام المستشفى جاي خلاص. قلت له ماشي، خلي بالك من نفسك، وقفلني. هو يعني كان ساكن معاكم ولا بيروح يعني ساكن في التجمع؟ لا لا، هو عايش هنا، هو عايش بيروح الشغل وبيرجع تاني على طول. بس هو يومها كان هيفطر في الشغل، كان عنده ظرف، صاحبه كان عنده ظرف، هو كان بيسد مكانه. في اليوم ده بس هو اللي فطر في الشغل فيه. فطر في الشغل اليوم ده، تمام. فبعدها فضلت ارن موبايله مقفول، ما مش عايز يروح. فبعدها رنيت، في حد رد عليا. كان الساعة كام بعد كان الساعة 9 تقريبا، بس موبايلي كل موجود. تمام. كان الساعة 9 تقريبا، بقول الو. قال لي ايوه مين؟ قلت له حضرتك مين؟ قال لي هو انت اخت اسلام؟ قلت له اه انا اخت اسلام. هو فين؟ قال لي هو تعبان ولازم تقولي. بالعكس، لا ده هو قبل اديت الموبايل لوالدتي طبعا، وكلمته وبابا كلمه وجم. رحنا على طول البشرة، ورحنا على طول كلمت ابن خالي واحنا في الطريق عشان يوصل له اقرب، واصحابه كلمتهم كلهم وقلت لهم عشان يروحوا له. بس رحنا ما لحقناهوش، لقيناه في العمليات، قعد حوالي 3 ساعات او اكتر في العمليات، وبعدين خرج بقى، خرج على ترولي واحنا كنا شايفينه يعني قدامنا، عدى قدامنا، وبعدين قالوا محتاج دم. نزلنا 6 اتبرعوا له بالدم، وبعدين جالنا خبر ان هو توفى. كان الساعة 3 أو 4 بالليل، الفجر كان هو خلاص توفى. بس ودخلنا له وشفناه في التلاجة طبعا، والإجراءات اتأخرت لحد امبارح عشان حقه يجي إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يصبركم يا رب. يا رب حقه يجي، بس يا رب حقه. أبي احكي لنا عن حياة إسلام، يعني هو كان حضرتك يعني إسلام كان ناجح جدا 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 في الشغل، كان ناجح جدا ما شاء الله عليه، كان بينجح وبيموت نفسه في الشغل عشان يبقى حاجة كبيرة. وهو الولد ده أصلا الحمار اللي قتله ده، كان على طول بإسلام بيتكلم معاه. لو كان حصل مشكلة في الشغل عنده كان يقول له يا محمد اعدل أسلوبك مع الناس، أو لو هياخد جزا مثلا يهدده، ما كانش بيمشي الجزا بتاعه. كل ما يجي يمشيه أو حاجة نقول له لأ. أنا وابن خالي برضه شغال مع إسلام، كنا نقول له يا إسلام ما تمشيهوش، حرام، أمه عيانة وهو ما عندوش غيره. هو على معرفة بالمتهم ولا؟ ما زمايل اشتغلوا مع بعض فترة كذا شهر، وكل ما يجي يحصل حاجة هو يقول لنا والله مش همشيه، أنا بس بعدله، بشده عشان ينتبه. بس اللي عرفته بقى ان هو قبل الفطار كان بيشرب سجارة،
والمفروض ان هو هيشرب سيجارة ويدخل 10 دقايق بريك ويدخل. واسلام كان شافه قال له يا محمد اشرب السيجارة دي واخرج. قال له ماشي. بعدين نزل اسلام يعمل حاجة في الشغل وطلع له تاني قام ولع سيجارة تانية. قال له يا محمد مش انا قلت لك اشرب السيجارة دي وادخل؟ قال له لا. يعني هي دي منطلق المشكلة اللي بينهم عشان سيجارة. دي اول المشكلة. لا اسلام كان بيشد عليه في الشغل جزاء او حاجة عشان غياب عشان طريقته وحشة عشان اي حاجة. بس بعدها اسلام قال له طب اطفي السيجارة وادخل؟ قال له لا مش هطفي السيجارة وسبله دي. بس ده اللي عرفته. بعدها اسلام قال له غير هدومك وامشي ما تجيش تاني. طب هي كانت في خلافات قبل كده بينهم؟ لا ما فيش خلافات. هو اسلام اصلا كان بيخاف عليه وعلى ظروفه وظروف مامته وباباه. باباه متوفي فهو ما عندوش غير اخته ومامته. يعني خربوش ده والده متوفي. ما عندوش غير اخته ومامته. بس هو صايع يعني هو تربيه شوارع. انتوا يعني ما فيش يعني علاقه بينكم؟ ما فيش اي حاجه خالص. يعني هو اسلام ما شاء الله عليه بينجح في الشغل. ما فيش. هو بقاله 8 9 شهور في الشغل ده وبقى مدير المكان كله. اكيد هيبقى لينا. هو بس كان بيشد عليه طريقته وحشه تعامله وحش بيغيب كتير بيتاخر كتير اي حاجه. حتى لو جبت الشات بينه وبين اسلام على تليفونه مفيش اي حاجه. مفيش اي حاجه. بيتصور مع اسلام. مين بلغكم بالواقع؟ حد من الحكومة من المستشفى. يعني المستشفى رنوا علينا من رقم برضو قالوا لنا. هو اسلام اخوك الوحيد؟ يعني انتوا اسلام بس. انا يصبركم يا رب. يعني حابة تضيف اي حاجة تانية؟ لا اي حاجة. دعوله بس. والولد عايزينه ياخد اعدام بس زي ما ماما قلبها اتحرق وانا حرمت منه. هو يموت حرام. اسلام زي الفل ولا بيعمل مشاكل ولا بيتخانق مع حد ولا بيعلي صوته لحد ولا في اي حاجة وحشة خالص. ليه هو زي الفل ما بيتخانقش حتى في الشارع. احنا برضو معانا صديق المجني علي. يعني كنا عايزين نعرف من حضرتك يعني تفاصيل الواقعة. يعني انت بما انك شغال مع اسلام والمتهم يعني ايه اللي دار بينهم؟ ايه اللي دار بينهم يوم الواقعة؟ يعني هو اللي دار كالاتي. هو ابتدى عبارة انه بفطروا تمام. اسلام نزل يفطر الناس تحت وفطر زمايله تمام. فطيلهم فاول واحد تلاقي شرب سجارة هو كان محمد. هو اللي هو محمد خرجوش شاف المشكلة فطلع قال له محمد خلص سجارتك وخش عشان حد من زمايلك غيرك يشرب سجارة تانية ونبتدي الشغل بتاعه تمام. نزل اسلام المخزن وطلع لقاه مولع سجارة تانية. قال له محمد وانا مش قلت لك خلص سجارتك وخش ادفي السجارة وخش. راح سبب الدين وقال له مش هخش. اسلام سابه ونزل طلع مفيش دقيقتين قال له غير وخد بعضك ومشي. كل الزور كلها ده يعني حتى من ثلاث ارباع المستشفى تقول لك اسلام صوته اصلا ما بيعلقش تمام. طلع غير ومشي ما تعرفش بقى. وقعد يبرطم مع ناس من المستشفى شويه بالكلام. انا اتخانق معايا انا مش هسيبه اعوره انا هعمل انا هسوي. ده اللي حصل معايا. فعادي اسلام دخل غير ومشي ما فيش اي حاجه. طلع بره حصل بقى اللي حصل. بس هي الكاميرات ان هو اسلام اتضرب على اخويا ولا خد ولا اتضرب عليه. حتى لو كان قدامه اسلام مش من النوع اللي هو بيتخانق. هو راجل جماعي وشغله بس بيته. هي التلات حاجات دول بس هما اللي في حياته. مفيش حاجه تالته ولا في اللي اتقلع ولا في مشاكل ولا في ولا ليه مشاكل مع اي حد اصلا. راجل في حاله يعني. هو في رابعه جامعه بيقول يعني. حاله قليله عليه كمان. ممكن في حاله قليله عليه. هو بالنسبة له البيت جامعة شغل يرجع على البيت. بيت جامعة شغل يرجع على البيت. روح المستشفى كلها بتحبه من كتر احترامه وادبه. تحت عندنا هنا برضو الناس كلها بتحبه من كتر ادبه واحترامه من كتر ما هو في حاله. اكتر من ازيك الله يسلمك مع اي حد حتى يعني. هو ملوش اي حاجه مع اي حد. هو ماشي مش هيقف يرد عليك حتى. طب والدتي دي ولا لا دي خالص حابه تضيف معانا حاجه؟ لا كل اللي هقوله هستغناه ان في ربنا يقيم منه امه تتوجع عليه زي ما احنا موجعين عليه كده يا رب. ونشوفه متعلق في حبل المشنقه يا رب. احنا لو شفناها ناكله هنقرقشه كده بسنانه.
احنا لو كرموه احنا هنموته قبل الحكومه. لا لا احنا بنناشد يعني الجهات المسؤوله ان هم يعني لا 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 لا. طبعا القرار في ايد المحكمه. المهم اسلام ولا كان ليه ما كانش بيتشكل مع حد اصلا، كانش بيتشكل مع حد اصلا، ادب واخلاق عاليه وحب الناس وتعليم حاجات كتير، حاجات كتير. رابعه كليه سنه لسه لسه متخرجه في كليه علوم جامعه القاهره، دفعته كلها كلها بتحكي عنه، دفعته كلها بتحبه، عمره ما طلع من بقه لفظ وحش، عمره ما شتم حد، عمره ما اتخانق مع حد، عمره ما اذى حد، عمره في حياته ما اذى حد، عمره. ليه يتغدر بيه بالشكل الوحش ده؟ ليه يغدر بيه كده؟ ليه؟ عشان قال له خش واطفي السيجاره وخش شوف شغلك، عشان قال له خش شوف شغلك، هي دي تبقى جوزته؟ حتى ما عوروش ولا خربشوا، ده اداها له في قلبه، مجرد ما دخلت قلبه خلاص. كم طعنة هي؟ قضت عليه، انا ما اعرفش. طعنتين انا ما اعرفش كم طعنة. ربنا يصبركم يا رب، ربنا يصبركم.